بس فوتوني اللي عم تحميك جان وانت مالك منتبه. بالله جان اسمعني منيح، فوتون خايفة عليك، قال إذا طلقت هالخبر رح يكون تأثيره مو منيح على شغلك كممثل مشهور، ولأن أكل همك وهم شغلك واسمك لساتا معك لحد هاي اللحظة. حكيه صحيح، ايه اهلين وسهلين يا معلم، البيض جاهز والقهوة كمان جاهزة. فوتوني تركيني من القهوة وغيرها، اسمعيني دقيقة. شو الموضوع؟ اذا صار وطلع خبر تاني بشكك بزواجنا، يعني اذا الناس عرفوا الحقيقة، انت ما تزعلي بنوب، انا بتحمل كل المسؤولية وانا بلاقي الحل، انت ما تتضايقي وثقي فيني، أنا رح ألاقي حل. جان، ليش عم تحكي هيك من وش الصبح؟ مرق على راسي كتير فضايح أكتر ما بتتخيل، وخلي يزيد عليهم وحدة مو مشكلة أبدا بالنسبة لإلي. مشكلتي الوحيدة إني شوفك أنت زعلاني، فهمت علي؟ ما عم صدق إنك عم تحاكيني هيك. يلا يا قندس صبي لي قهوه.